مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. نظام الضرائب في العراق. منذ شباط عام 2021 والحكومة العراقية تخطط لزيادة إيرادات الضرائب وشمول شرائح جديدة بها من خلال مجموعة إجراءات لتسهيل دفعها والحد من الروتين المستشري في عملها منذ عقود والذي كان سبباً في انتشار الفساد. يؤكد بعض الباحثين الاقتصاديين أن العراق يمتلك 5 ملايين دكان وأصحابها يتجنبون تسجيلها ودفع الضرائب لأنهم سيواجهون مشاكل إدارية فضلاً عن الفساد في هيئة الضرائب، مشيرين إلى أنه بعد تطبيق الأتممة فسترتفع واردات الضرائب إلى الضعف، ولو وجدت إدارة ناجحة لملف الضرائب فسيجني العراق إيرادات تقدر ب8 مليارات دولار سنويا فضلا عن قرابة 3 مليارات دولار من التبادل التجاري مع بعض دول الجوار. رئيس هيئة الضرائب العراقية كشف عن خطة لزيادة إيرادات الضرائب في العراق إلى أكثر من 4 مليارات دولار خلال العام الحالي، تضمنت تبسيط الإجراءات والتقدير الذاتي لدفع الضرائب والحد من التزوير. إيرادات عام 2017 من الضرائب قاربت 3.5 مليار دولار، ومن ثم انخفضت إلى 2,750,000 دولار في 2018، وتراجعت مجددا إلى 2 مليار دولار عام 2019 قبل أن ترتفع العام الماضي إلى أكثر من 2.5 مليار دولار. التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية تمثلت بفرض ضريبة تبلغ 25,000 دينار للشخص عن السفر الخارجي في كل مطارات البلاد، وفرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة 100% والمشروبات الكحولية بنسبة 200%، وضريبة بنسبة 25% على الوقود المستورد للاستهلاك المحلي. فيما يتعلق باشتراكات الضمان الاجتماعي، فينقسم أرباب العمل إلى عدد من الفئات بنسب اشتراك مختلفة، إذ يساهم أرباب العمل المصنفون على أنهم رئيسيون بنسبة 25% من راتب الموظف للضمان الاجتماعي، بينما تساهم الفئات الأخرى بمعدل أقل قدره ب 12% من الموارد المحلية الأخرى.